أهلي بكرة هيصنع تاريخ جديد، هيلاعب فريق جولدن بولز الصيني على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية لكرة السلة في سنغافورة. الأهلي يهوى البرونزيات في كأس العالم للأندية، سلة بقى قدم أي حاجة، أنا كده كده هاخد ميدالية إن شاء الله بإذن الله، بس بإذن الله بدون مقاطعة تكون الميدالية بكرة بإذن الله من نصيب النادي الأهلي، ويبقى إنجاز تاريخي وعظيم للنادي الأهلي لكرة السلة في النادي الأهلي. المباراة هتقام إن شاء الله الساعة 10 الصبح بتوقيت القاهرة، ومعانا عبر الهاتف الآن واحد من نجوم النادي الأهلي اللي ما سافرش معاهم سفرية سنغافورة، ولكن يبقى واحد من النجوم الكبيرة للنادي الأهلي، كابتن عمر عزب لاعب فريق كرة السلة بالنادي الأهلي. يا كابتن عمر، ألف مليون مبروك ما يقدمه النادي الأهلي حتى الآن في هذه البطولة. الله يبارك فيك كريم، طبعا وفخر طبعا اللي بيحصل ده للجماهير الأهلي كلها والمصر طبعا. هل كان متوقع أن الأهلي يظهر بهذه الصورة العظيمة؟ هل كان من الطموح أن احنا نعرف نوصل لهذه المرحلة؟ طبعا، هو يعني احنا بندخل طبعا كل بطوله احنا عارفين احنا عايزين ايه، عايزين ان احنا ننافس على البطوله، اي بطوله بناخدها، فكان متوقع طبعا ان احنا ننافس، وده كان في المخطط بتاعنا. يعني فكره انه يبقى فريق مصري بيكسب فريق امريكي، احنا كسبنا فريق امريكي في اول مباراه، ده انجاز تاريخي واول مره فريق مصري يكسب فريق امريكي. طبعا يعني حاجه شرفنا مصر الحمد لله، والفريق طبعا جي ليج ده حاجه جامده قوي في امريكا، حاجه يعني دوري كبير، وان احنا نبقى اول فرقه افريقيه تكسب ماتش في كاس العالم للانديه، دي حاجه كبيره جدا يعني. فطبعا بشكر كل اللاعبين طبعا على مجهودهم، طبعا كلهم عاملين اداء كويس. مباراه بكره شايفها ازاي؟ هل احنا قريبين ان احنا ناخد البرونزيه، ولا مباراه صعبه، ولا مباراه في المتناول ان شاء الله؟ شايف المباراه ازاي؟ طبعا هي يعني طبعا الماتشات اللي بتبقى زي دي الفرقتين بيحضروا ليها كويس جدا. فطبعا الفرقه النهارده اتمرنت وكانوا يعني مريحين الحمد لله ومستعدين نفسيا، بس الماتش ان شاء الله بكره مش هيبقى سهل، بس في المتناول يعني. احنا ان شاء الله باذن الله انا متفائل خير ان هيطلعوا كل اللي عندهم، ان هم عايزين يكملوا التاريخ يعني. هم كسبوا ماتش ودي كانت خطوه هايل هايل، الخطوه الثانيه ان هي ناخد البرونزيه ان شاء الله. ان شاء الله اوجستي في المباريات اللي زي ديت، انا عارف ان هو مدرب بيعرف يشتغل معنويا كمان وبيحفز اللاعبين بشكل كويس، هيقول ايه للاعبين قبل مباراه زي دي؟ طبعا هو يعني ما فيش كلام كتير يتقال غير ان هو طبعا هيحفزهم، هيقول لهم تعليمات مهمه جدا، ان هو ميزته ان هو تحت الضغوطات وتحت الضغط بيكون هادي هايل، فالهدوء ده لما بيتنقل للعيبه طبعا بيدي اللعيبه ثقه، فدي بتبقى من اسباب النجاح الكبيره جدا من كابتن جوسي، ان هو ذكي جدا كمان، فيعني وبيحضر للفرقه الثانيه كويس جدا. صح، فانا تعليماته ان شاء الله لو ماشيين عليها بالظبط ربنا هيكرم ان شاء الله. قبل ساعات من المباراه لو عايز توجه رساله لزمايلك في النادي الاهلي تقول لهم ايه؟ طبعا بقول لهم موتوا نفسكم على كل كوره، طلعوا كل اللي عندكم، ده تاريخ اول مره تحصل، واحنا دلوقتي بنكتب تاريخ، ويعني موتوا نفسكم ان شاء الله يا رب خير باذن الله. كابتن عمر عزب لاعب فريق كره السله بالنادي الاهلي، والاهلي يلعب على البرونزيه الساعه 10 الصبح ان شاء الله. اصحوا كده واتفرجوا على المباراه، شجعوا النادي الاهلي، الاهلي بكره هيعمل تاريخ باذن الله، تاريخ جديد في لعبه كره السله. في كره القدم تاريخ النادي الاهلي ما تراجعش وراه، في الالعاب الاخرى ما تراجعش وراه برضه، عشان برضه تاريخ كبير في كل الالعاب. طيب ان شاء الله باذن الله الاهلي بكره يكسب.